يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلى صلى الله عليه بها عشرا. يعني كيف تضيعون هذا الفضل العظيم؟ تصور الله جل وعلا يصلي عليك عشرا، فلو صليت عشرا على النبي كم تأخذ منك؟ نص دقيقة، دقيقة، دقيقتين، يصلي الله عليك مئة، يرحمك، يحفظك، يرفع درجتك. يعني شجع الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال: إن شئت. قال: ربعها؟ قال: إن شئت. قال: ثلثها؟ قال: إن شئت. قال: نصفها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك كلها؟ قال: إذن يكفيك الله همك وغمك سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن الإنسان كثر ما يستطيع يكون لسانه لهجا بالصلاة على النبي.